السلام عليكم، معكم ماجد خيل، ويوم حلقة جديدة وبتكون إن شاء الله شهرية وموضوعها مخصص بالرد على الاستفسارات المتابعين اللي تيجي توصل لي من خلال الشبكات الاجتماعية. طبعا ممكن تشوفون الوصف اللي الأسفل عشان تتعرفون على الشبكات اللي أنا متواجد عليها. ممكن أيضا تضيفون أسئلتكم أساس كان على الشبكات الاجتماعية أو هنا، وإن شاء الله أني بأخذها وتجاوب عليها كل شهر حلقة كاملة. وأريد أن تنسون الاشتراك في القناة، وإذا عجبتكم الحلقة طبعا أعطونا لايك، وخلنا نبدأ في أول الاستفسارات. وأول سؤال معنا اليوم من الأخ خالد العبدالله، يسأل عن إمكانية الدفع بواسطة ساعة جالكسي واتش 4. طبعا تقدر تدفع من خلالها إذا كان متوفر خدمة جوجل باي أو سامسونج باي في بلدك، غير كذا ما تقدر تدفع فيها. بخصوص السعودية عندنا تطبيق مدى لم يوفر أي خدمة من خلال الساعات، دفع بواسطة الساعة كان على نظام iOS أو الأندرويد. السؤال التالي بخصوص دفعي خدمة تخطيط القلب وقياس ضغط الدم من خلال ساعة جالكسي واتش 4. طبعا هي غير متوفرة عندنا بالسعودية، الخدمتين دولي لم تفعل في الساعة. أتوقع بأسباب أنه لازم يدخلون إجراءات رسمية من الجهات الحكومية زي ما صار في كوريا، لما أخذوا إذن من الجهات الرسمية تفعيل الخدمتين دولي. ما في طرق غير رسمية ممكن تفعلها، يعني طريقة معينة تفعل الخدمتين دولي بالساعة، ولكن ما أنصح فيها. مدام شركة سامسونج ما فعلت الخدمة بشكل رسمي، ما أنصح باستخدامها إلا إذا توفر بشكل رسمي ونظامي أساس إنه سد احتياجات أول بأول، تجي لك وتأخذ قياسات بشكل صحيح. هذا السؤال من أخ هشام، يقول لو شريت ساعة جالكسي واتش 4 نسخة LTE اللي هي تشتغل على شبكة الجوال، هل تعمل عندنا؟ غالبا لا، يعني 90% أقول لك ما تشتغل عندنا، هي مخصصة لشركات أمريكية في البلد خاصة، فما عندنا نسخة احنا في المنطقة أو في السعودية خاصة بالساعات تعمل تدعم شريحة الجوال. السؤال التالي يسأل كيف نعدل على إعدادات التصوير الليلي أو عدسة التصوير الليلي، ولا صح هو تعديل الإعدادات. طبعا وضع تلقائي ما يقدر يتعدل عليه، أنه هو وضع تلقائي خصصوه بالشكل هذا. بعض الجوالات أو معظم الجوالات فلاج شيب أو حتى في متوسطة العليا تحصل فيه خيارات المحترف أو برو أو إعدادات يدوية بحيث تقدر تعدل على خصائص. طبعا بدون دخول في التفاصيل حقت وش الخصائص اللي عدلها، يبقى لها شرح، يبقى لها حلقة، وزي ما هو طالب صاحب السؤال يسوي حلقة إن شاء الله، ما أوعد، ولكن هي من ضمن الخطة الشهرين القادمات إنه سوي حلقة تصوير الليلي. عموما ركز على iOS ISO والسبيد شتر، تحكم فيهم على أعلى شيء بحيث إنك تقدر تصور. ثبت الجوال يصير ثابت ما يتحرك، أحساس أي اهتزاز بيخلي الصورة سيئة. السؤال التالي جاي من حساب اسمه بساطة التفكير، يقول نبغى جوال، اختار جوال فلاج شيب غير سامسونج يكون ممتاز ومواصفاته ممتاز، وش تنصح فيه؟ ما اقدر انصحك بجوال، انه يعتمد بالنهاية احتياجاتك، ولكن تحصل بالرابط تحت موقع اسمه جي اس مارينا، عنده صفحة تقدر تحدد المواصفات اللي تبغاها، يعني احدث شيء مثلا تحدد تاريخ، مواصفات، حجم الذاكرة، حجم الشاشة، وبالتالي يطلع لك أهم أو النسخ اللي فعلا تتوافق مع اختياراتك، وبالتالي تختار الجوال يناسبك. بس تأكد هو متوفر المنطقة اللي أنت بتشتريها، يعني بضمان بدون ضمان، هل بتشتري من برا؟ هذا أمر راجع لك. هذا السؤال من الأستاذ خالد البراك، يسأل إذا السبب الفرق السعري موجود بين أجهزة اللابتوب الموجودة على أمازون أمريكا وبريطانيا، لأن بريطانيا دائما أغلى بحدود 1000 ريال تقريبا 375 دولار. الفكرة ان بريطانيا الضرائب اعلى، فبالتالي تصير اسعارهم اغلى، فهذا هو السبب الرئيسي بسبب فرق السعر. بخصوص فرق الشاحن، بحيث ان الشاحن البريطاني بيجي ثلاثي زي موجود بالسعوديه عكس الامريكي، لا ما في فرق، ما اعتقد بتواجههم اي مشكله. معظم اجهزه اللابتوب ماخذه، يعني مصنعين ياخذون باعتبار ان صاحب اللابتوب ممكن يتنقل معاه باكثر من دوله، فحاطين ترددات الكهرباء المعروفة اللي 110 و220. هذا السؤال من المتابع عبد المجيد بن عاقول، يسأل رد، طبعا السؤال كان ردا على أحد التغريدات الخاصة بميزة جديدة في واتساب، فكان متى توصل إلى ميزة إني أشاهد الصور الفيديو بدون ما تتخزن عندي؟ الواتساب ما فعل هذه الميزة في أي نظام، مجرد ما تحمل بينزل عندك الجوال، ما وفرها لا على الآيفون، أجهزة الآيفون ولا أجهزة الأندرويد. الميزة هذه تحصلها في تليجرام بس، ولكن على واتساب ما موجود. ولكن السؤال هذا غالبا يجي لي من المستخدمين ايفون سابقا، يقول ان
أجهزة الآيفون أو نظام آي أو إس ما يخزن عندي واتساب الصور والمقاطع فيديو في الجوال، هذا غير صحيح وما تظهر عندك في الاستوديو، لكن مخزن بجوالك. الأندرويد يخزنها لك ويظهرها في الاستوديو، فيقول لك أنا ما واحد أظهر عندي بالاستوديو. هذا موضوع ثاني، ممكن بالإعدادات تستبعد بعض الملفات، ولكن واتساب كان على آي أو إس أو أندرويد بيخزنها بجوالك إذا مجرد ما تحملها. هذا سؤال من سامي الناصر ردا على بخصوص جودة سناب على النسخة المتوقعة القادمة للجوال جالكسي الاس 22 الترا. بصرف النظر عن مواصفات الكاميرا، مشكلة في تطبيق سناب ما ياخذ مواصفات الكاميرا، ما ياخذ ميزة الاهتزاز، ما ياخذ التثبيت مثلا التقريب والتبعيد، ما ياخذ بأعلى مواصفات، فالمشكلة دائما تكون في تطبيق سناب. طبعا مع أجهزة سامسونج وشاومي أشوفها تحسن كثير، بالذات مع سامسونج ومع كم شركة زي أوبو ما أذكر بالضبط، ولكن اللي أذكره أنه بشكل عام مع سامسونج مع بعض أجهزة سامسونج ما كلها يعني الأداء يعتبر ممتاز. ودائما تجي لي أسئلة هل أنت تصور من آيفون أو لا، لا من سامسونج. فترة أخيرة كانت 10 بلس 10 نوت ولا نوت 20 ألترا، وحط ببالك دائما مع جهاز أندرويد وبتصور فيه ثبت الزاوية صح، الإضاءة صحيحة، تطلع نتائج ممتازة، لأن ما يأخذون مشكلة تطبيق سناب ما يأخذ كل المواصفات المتوفرة في الكاميرا ويخليها يستفيد منها في التطبيق. السؤال الثاني من أخ علي يسأل كيف أحصل على نسخة أصلية من تطبيق أو برنامج وورد اللي خاص بالكتابة النصوص من مايكروسوفت. غالبا هذه ما يجي الحال، يجي مع حزمة الأوفيس كاملة اللي فيها مجموعة برامج منها الأكسل وباور بوينت، فما تحصل على الحالة. إذا أنت سؤالك عن شراء نفس الأوفيس كامل، فعندك عدة خيارات. عندك تشتري الأوفيس الرسمي وتحمله، وطبعا بيعطيك كود وتحمله يصير خاص لك. في الطريقة الأخرى اللي هو الاشتراك الشهري أو السنوي، بحيث أنك مجرد بسير عندك أوفيس على جوالك نسخة أوفيس تدخل وتدخل من خلال يوزر نيم وباسورد وتشوف ملفاتك على كلاود، تعدل عليها كأنك تشتغل طبيعي، ثم تفتح على أي جهاز ثاني بحيث أنك تدخل على يوزر مثلا على جوالك، كل هذه موجودة ومحتاج تشتري نسخة على كل جهاز. ولكن أنا أتوقع أنه يقصد هو شراء الكود، شراء كود خاص بالتفعيل خدمة أوفيس. هذا في مواقع كثيرة الآن يبيعونه على 30-50 ريال تقريبا وممكن أقل، ولكن هذه ما أقدر أوصيك على موقع معين ثقة، ما جربت صراحة، ولكن انتبه منها، ترى بعضهم ممكن يعطيك كود مفعل عن شخص آخر، ولكن إذا مجرد ما تفعله عندك وثبته من خلال دخولك على الأوفيس من خلال يوزر نيم وباسورد خاص فيك بحسابك الهوت ميل أو الأوتلوك بيتفعل معك وبيثبت معك، وسعره يعتبر صراحة ممتاز يعني 30-40 ريال ما يقارب 10 دولار. في نسخ لا يبيعونها ب5 ريال و7 ريال يعني أقل دولار ونص أو أقل، هذه انتبه منها. ليش؟ لأن هذه يجي يعطيك يوزر نيم وباسورد وتستخدمهم خلاص في الأوفيس، فأنت تدخل وتستخدم يوزر نيم وباسورد وشغال معك الأوفيس بشكل طبيعي. هذه غالبا مأخوذة من نسخ أو جهات تعليمية، ممكن بأي لحظة يغير اليوزر نيم وباسورد وتروح عليك الخدمة، بتغامر بخمسة ريال الأمر راجع لك، ولكن المشكلة أنك إذا خزنت ملفاتك عندهم بيطلعون عليها وبالتالي ما سبت شيء، يعني تم اختراق خصوصيتك بالكامل. أنا ما أنصح بموضوع النسخ الرخيصة دي إلا إذا كنت متأكد ومجرب أو تعرف شخص جربها ومتأكد من الجهة بيشتريها وكود، تأخذ الكود حق الأوفيس كامل. انتهينا من الحلقة هذه، حلقة الأسئلة، أول حلقة من سلسلة الخاصة بأسئلة المتابعين. طبعا شهر موعدنا إن شاء الله الشهر القادم فبراير، فأي استفسارات ممكن تحطونها في الأسفل، أو حد استفسارات تحطوها على الشبكات الاجتماعية الأخرى، المنصات الأخرى، ممكن إن شاء الله أجاوب عليها هنا إذا أمكن. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك واللايك، وبالتوفيق إن شاء الله.